هذا هو رشاش كورد ويعتبر مدفع الرشاش من تراس كورد أقل مرتين في الوزن بالمقارنة مع الرشاشات الأخرى من نفس العيار. كما يمكنه صب النيران على أي موقع غير مجهز في أرض المعركة من خلف الشبابيك أو المباني أو المنصات، ويمكن أن يعمل من هيكل المركبات وكل الأنواع المماثلة هي من طراز الرشاش كورد رؤية في تصميمها. النجاح في كل الاختبارات الخارجية وإثبات قدراته تحت كل الظروف